أنا اللي بشكركم وبرحب بيكم أولا، وكل سنة وأنتم طيبين وسعداء بالكلام اللي أنتم بتقولوه. اللي إحنا لما يتقال النهاردة إن كان الأرداب الفدان بيجيب 12 و14 وبعدين بنقول 18 و20 و22، ده مع 150 ألف فدان زي ما حضرتك قلتي، ده حاجة معتبرة جدا وقيمة كبيرة قوي. مش قيمة يعني، قد يكون اللي بيزرع، أنا آسف، أخونا الفلاح فدان أو فدان ونص، لكن في المجموع الكبير اللي ممكن يكون أكتر من كده. صحيح. اللي ممكن يكون أكتر من كده لو أنتم، لأن إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم قلنا دايما إحنا هنبقى مع بعض دايما، أنتم بقيتوا التحالف كتلة واحدة، لكن كمان التحالف إحنا مستعدين أكتر من التعاون دكتور مصطفى مع الزراعة أكتر. طب ليه؟ أنتم اتكلمتوا من هنا ومن أسوان، وانا هكلمكم على تجربه اخرى. انتوا قلتوا احنا بنوفر من نتيجه اللي بنعمله، ان احنا بنوفر في الميه ونخلي الانتاج يبقى كويس والهدر ما يتقل وكده، وحتى السلاسل تقل. لان النهارده لما النهارده تاخد حاجتك او تاخدي حاجتك تديها للجمعيه على طول بتمن، مفيش يعني وسايط كتير، ده للمزارع اللي هو بيزرع فدان وفدان نص، هو محتاج انه كل قرش يعني. لكن هقول لكم على حاجه في موضوع هدر الميه بالذات اللي اتكلمتوا عليه، وانا بقول كده للتحالف ليه، وانا بتكلم على الزراعه تحديدا، كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحيه كله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن انا بتكلم على الزراعه تحديدا. احنا بنزرع في اسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 ألف فدان من القصب. طب أنا هقول لك، وده النهارده أنت استهدفتي صغار المزارعين، لكن أنا بستهدف قدرتكم في الوصول إلى المزارعين كلهم. أنتوا عندكم فرصة أكتر من مش أكتر من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة بيبقى فيه موظفين ما يقدروش يعني يأدوا اللي أنتوا بتأدوه، وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة. ولا تزعلوا مني يا دكتور مصطفى؟ لا صحيح، ده دور التحالف مش كده؟ طبعا. لا طب انا النهارده عايز ايه؟ النهارده لو انت بتقولي على فدان قصب، لو اتعمل بزراعه حديثه يقلل كميه الميه، لو قلتي 10% من كميه الميه المستخدمه، ده رقم كبير قوي في 350 الف فدان. طبعا. رقم كبير قوي. طب لو قلتي ان هو بيزود الانتاجيه 20-30-40%، انا بتكلم على القصب وبتكلم على 350 الف فدان وبتكلم على كتله محدده في الصعيد. تمام. لو استهدفتوا ده وقدرتوا توصلوا له بالتعاون مع وزاره الزراعه، لان بالمناسبه المزارع اللي بيزرع ده بيسيب الحاجه في الارض 5 سنين. فطبعا يعني صعب عليه ان هو وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، لكن انا عايز اقول لكم على حاجه. احنا كل موضوع بنتكلم فيه بنبقى بنستهدف منه ان احنا نشاور عليه، نعمل اضاءه ونقول للناس بصوا ما تستقلش بالفدان القصب بتاعك، ما تستقلش بفدان فول الصويا اللي بتعمليه، ما تستقلش بشويه التقاوي السلام اللي حول لك الفدان بتاعك من 10 ارداب الى 15 و20 ويمكن 22، ما تستقلش بده، وخاصة لو كان الكلام هيتعمل بشكل عام جمعي، يعني اللي هيستفاد منه مش مزارع ولا اثنين ولا ثلاثة، كتلة مزارعين في مجال واحد. وأنا بتكلم على القصب تحديدا، لأن احنا لو نجحنا في ده مع وزارة الري ووزارة الزراعة، واحنا مستعدين نتعاون معاكم، أو احنا محتاجين نتعاون معاكم. تحت أمرك فنان. لا صحيح، تحت أمرك. احنا محتاجين نتعاون معاكم في المجال ده وفي كل المجالات.